انا وربعي كلهم هنا جماعه، الدين واحد والهدف اخدم الشعب. لضاق صدر الشعب ما استر ساعه، اضيق من ضيقه واستر لحبه. بهذه الكلمات خاطب سمو الشيخ صباح السالم الصباح شعبه. بهذه الكلمات الطيبه دخلت القلب على طول، وما زال الشعب الكويتي يذكر هذه الكلمه. وفي هذا المكان عام 1974 في عيد الفطر زار الشيخ المرحوم صباح السالم الصباح ديوان الشملان للتهنئة بالعيد الفطر. خلينا نشوف الصورة بمتحف المؤرخ سيد مرزوق الشملان، الصورة التاريخية. خلينا نشوف. هذه الصورة ديوان الشملان، هذا سمو الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله، عمي خالد والعم أحمد بن حسين ومحمد عبد الوهاب بن حسين وحمد الشملان وسيف مرزوق الشملان. وهذه الغرفة وهذا الباب وهذا التلفون موجود، وهذه الغرفة اللي احنا فيها الحين اللي قاعد نسجل، هذه الغرفة نفسها اللي قاعد نسجل. وحياكم الله في نفس المكان لكن بتاريخ مختلف، ديوان الشملان، شملاني، حياكم الله.